السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيفية تصميم واجهة مشروع بارتباطات تشعبية على برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. وللحصول على هذا المشروع جاهز مجانا قابل للتعديل، رابط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو. وطبعا يا أصدقائي للحصول على قوالب الإنفوغراف وملفات الباوربوينت الموجودة على موقع عالمكم، رابط الموقع رح يكون بوصف هاد الفيديو. في البداية أصدقائي رح نقر باليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية تعبئة ورح نختارها بهذا اللون الكاشف. رح نتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال رح نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة، ورح أرسم مستطيل بهذا الشكل، رح احطه بهذا المكان ورح كبره لتحت شوي. تماما بقدر اسحبه من النقطة البرتقالية هي بحيث يطلع معي المستطيل بهذا الشكل. هذا المستطيل رح كبره بضغط على كنترول دي من الكيبورد ورح طابق المستطيلين فوق بعض، والمستطيل الثاني رح اقوم بتكبيره بضغط على كنترول بهذا الشكل ورح انقر عليه باليمين ورح اعطيه نقل الى الخلفية. رح اتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال رح ارسم مستطيل بحيث نهاية المستطيل أو أسفل المستطيل يكون في أعلى الشريحة بهذا الشكل. أنا وقت بقرب رح يعطيني الخط الأحمر مثل ما كنتم ملاحظين، بحيث يقول لي إنه صار هون على حواف مساحة العمل. هذا المستطيل اللي قمت برسمه رح أسوي له كنترول سي نسخ، رح أحدد المستطيل هاد مع المستطيل هاد ومندمج الأشكال طرح. كنترول في للمستطيل المنسوخ، رح أحدد المستطيل اللي بالخلفية أو الثاني، ومن تنسيق الشكل دمج الأشكال طرح. رح سوي له كنترول في مرة تانية، رح أصغر لهون، رح حدد هدول الاثنين، تنسيق الشكل دمج الأشكال طرح، كنترول في، ومن هذه الزاوية كمان رح حددهم ومن دمج الأشكال طرح. هدول المستطيلين رح حددهم ورح أعطيهم بدون إطار. المستطيل اللي بالخلفية تعبئته بدي إياها تكون بهذا اللون، والمستطيل العلوي بدي اياه تعبئته تكون بهذا اللون. راح اتوجه هلا الى قائمة ادراج ومن اشكال راح اختار دائرة وراح ارسم دائرة بهذا المكان. هاي الدائرة راح اكرر بضغط على كنترول دي، راح طبق الدائرتين فوق بعض، انقر عليه باليمين وراح اعطيه النقل الى الخلفية وراح اكبرها شوي بهذا الشكل. والدائرة هي كمان راح اقوم بتكرار بضغط على كنترول دي، طابق الدائرتين فوق بعض، انقر عليه باليمين واعطيه النقل الى الخلفية واكبرها كمان شوي. تمام بهذا الشكل. راح احدد ثلاث دوائر وراح اعطيهم كنترول جي او نقر باليمين، ومن تجميع اعطيهم تجميع. راح اصغرهم بس شوي صغيرة ونزله لتحت شوي. راح افك التجميع عنهم بالضغط على كنترول وشيفت وجي او بنقر عليهم باليمين، ومن تجميع بختار فك التجميع. راح اتوجه الى ادراج مستطيل من قائمة اشكال وارسم مستطيل بهذا المكان، واخذه كنترول سي واحدد بالخلفية، وبعدين احدد هذا المستطيل واندمج الاشكال طرح، كنترول في طرح، كنترول في طرح. هلا بسوي له كنترول في، ولكن هالمرة راح اخذه من الاسفل، راح اخذه كنترول سي، بعدين حدد الدائرة مع المستطيل واندمج الاشكال طرح، كنترول في الدائرة الثانية والدائرة الثالثة بهذا الشكل. راح حدد ثلاث دوائر وراح احطهم بدون اطار. الدائرة بالخلفية راح اختارها بهذا اللون، الدائرة هي راح اختارها بهذا اللون، وهي الدائرة راح اتوجه الى تنسيق الشكل ومن تعبئة صورة او نسيج وراح اعبيها بصورة. راح اتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال راح اختار دائرة وراح ارسم دائرة جدا صغيرة بهذا الشكل، حتى بدون اطار، والتعبئة بدي اياها باللون الاسود. راح اكرر الدائرة اكثر من مرة بالضغط على كنترول وسحبة بهذا الشكل. حدد الست دوائر ومن ترتيب محاذاة توزيع افقي، راح حدد بس
أول 5 دوائر وأكرر لفوق، بعدين راح أحدد 4 دوائر وأكررهم، 3 دوائر وأكررهم، دائرتين ودائرة. بعدين راح أحدد كل هدول الأشكال وأقرأ اليوم باليمين وأعطيهم تجميع، وراح أحطهم بهي الزاوية وأكررهم وأسوي لهم استدار بهذا الشكل وأصغرهم شوي وأحطهم بهي الزاوية. راح أتوجه لقائمة إدراج، ومن أشكال راح أختار شكل الضرب، ومن النقطة الصفراء هاي أرفع هدول شوي، بعدين راح أصغرهم أحطه بهذا المكان مثلا حتى بدون إطار والتعبئة باللون الأسود، وأكرره لهذا المكان بهذا الشكل. هي فقط زينة بخلفية التصميم. راح أتوجه إلى شريحة قمت سابقا بعملها، راح أحدد اللوجو مع السيرج، هو مستطيل ذو زوايا مستديرة مكتوب هون مشان البحث، أيقونة للبحث، وعندي هون القوائم يلي أنا بدي هون، راح أختارهم كنترول سي، وراح أجي لهون سوي لهم كنترول في، راح أرفعهم لفوق شوي بحيث يكونوا محلاتهم ضابطين. بعدين راح أجي على هاي الشريحة راح أحدد النصوص كنترول سي، وراح أجي لهون راح أسوي لهم كنترول في، وهيك بيكون حطيت النصوص. طبعا هون مثلا عنوان المشروع، مثلا عندي هون نبذة عن هذا المشروع، وعندي هون مثلا ابدأ لحتى ياخذ مثلا على الشريحة والقائمة الثانية، او فيني هون مثلا احط معرض صور اضغط عليه فبياخذني الى شرائح مستقلة. هاي الشريحة راح اقوم بتكرارها كنترول دي، راح احذف هاي الصورة، راح احذف النصوص، راح احدد هذا الشكل، راح اكبره بالضغط على شيفت، وراح اتوجه الى شفافية، راح اعطي شفافية 75%. هذا الشكل الغامق راح اصغره وراح اعطي شفافية 25%. تمام، هي بحيث تكون معي بالخلفية بس. انقل اليوم باليمين واعطيه النقل الى الخلفية. راح اتوجه الى شريحة قمت باعدادها مسبقا، راح احدد الاشكال اللي فيها وراح اخذهم كنترول سي، راح اجي على شريحتي راح اسوي لهم كنترول في، راح احدد الاشكال هدول وقوم بتغيير موضعهم بحيث تتميز عن الشريحة اللي كانت قبل هاي من ترتيب استدارة انعكاس افقي، من ترتيب استدارة انعكاس افقي، واسحبها لهذا المكان. بعد ما سويته راح اجي على القوائم، هاي القائمة دي اياها باللون الابيض بحيث تتميز معي انه انا هون راح اسويها بولد عن القائمة الاولى، راح اشيل البولد عنها وراح احطها بلون هاد الازرق بحيث انه خلص اميز معي انه انا في هاي القائمة، عندي هون في القائمة الاولى وعندي هون بالقائمة الثانية. نجي على الشريحة راح اسوي لها كنترول دي، اسحبها لتحت، احذف الصورة، احذف هدول الاشكال مع النصوص، وراح اجي على الشريحة راح اختار هدول كنترول سي، واجي لهون كنترول في، وانقل عليهم باليمين واعطيه النقل الى الخلفية بحيث يكون على نفس النسق ولكن هدول الاشكال اللي تغيروا. راح اجي على الشريحة وراح احدد هون كمان شوية انفوغراف كنترول سي، واجي لهون، طبعا هي راح تكون تحت، وسويها كنترول في بهذا الشكل. عندي هون بما انه صرت في القائمة رقم 3 راح اسويها بولد، راح احطها باللون الابيض، القائمة الاولى راح اشيل عنها البولد وغير للون بهي الطريقة. كمان الشريحة اسوي لها كنترول دي، راح اسحبها لتحت، حدد الاشكال واحذفهم، غير القائمة، جيب اشكال انفوغراف طب بهذا المكان. عندي هاي الشريحة كمان راح اكررها بضغط على كنترول دي واسحبها لتحت، راح احدد اشكال انفوغراف واقوم بحذفهم، غير الى اخر قائمة معنا، وراح اجي لهون احدد اشكال انفوغراف كنترول سي وكنترول في. تمام هيك اصدقائي، هلا راح اجي على الشريحة الاولى، راح اتوجه الى انتقالات، راح اسوي تحول تدريجي. تمام، راح احط المدة ثانية واحدة، وراح اضغط على تطبيق على الكل بحيث على كل الشرايح ينزل هاد الانتقال. بعدين راح احدد هدول النصوص، اتوجه الى حركات
أعطيهم عائم للداخل، راح أختار بعد السابق، خلينا نفعل جزء الحركة مشان نشوفهم، بحيث بعد ما تخلص معي حركة الانتقال يبلشوا نصوص بالخروج معي. هذا النص راح أحطه مع السابق، تأخير 50، وهي راح نعطيها نمو وتحريك مع السابق وكمان تأخير 50. راح نجي لهون، هذول لهم حركات انفوجراف جاهزة، انتو فيكن تحطوا المحتوى اللي بدكن اياه وتحركوه على راحتكن. تمام، هلا اصدقائي بعد ما قمنا بوضع كل شيء راح نسوي عملية ربط الشرايح. فراح نجي عند الهوم، راح نقر عليه باليمين، ومن ارتباط تشعبي او راح نحدده، وراح نتوجه الى ادراج ارتباط تشعبي نفس الشيء. من مكان في هذا المستند راح نختار الشريحة اللي أنا فيها، شريحة رقم 6، وهو راح يعطيني معاينة بحيث أعرف أو أشوف الشريحة اللي أنا واقف فيها. موافق. العنوان الثاني ارتباط تشعبي، شريحة رقم 7، ارتباط تشعبي، شريحة رقم 8، وهون ارتباط تشعبي، شريحة رقم 9، وآخر قائمة أو آخر عنوان لآخر شريحة. هدول رح قوم بتحديدهم، كنترول سي، ورح انزل على الشريحة رقم 7، هدول رح حددهم احذفهم وسوي كنترول في، وهلقيت فقط نغير التنسيق. عندي هون لون ابيض بولد، ونشيل البولد ورجع لون ازرق. تمام، راح توجه يا أصدقائي على عرض الشرائح، إعدادات عرض الشرائح، حطها مستعرض دون مراقب من الشاشة، بحيث وين ما نقر ضمن العرض التقديمي ما ينقلني على الشريحة اللي بعدها أو يرجعني إلى الشريحة السابقة حتى أنقر على الارتباط التشعبي. خلينا نشغل العرض ونشوف الحركة أو حركة هذا المشروع كيف راح تكون معنا. هيك بيكون فتح المشروع معي. راح أجي على القائمة الثانية، طاش قد ما نقرت، خليني انقرش قد ما بدي هون، راح يكفي حركة وما راح يرد علي لحتى انقر على العنوان الجديد او ارتباط تشعبي جديد. ولون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. للحصول على هذا المشروع جاهز مجانا قابل للتعديل، رابط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو. كان معكم عبد السلام صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.